من جملة ما رآه صلى الله عليه وسلم في المعراج العرش، وهو أعظم المخلوقات من حيث الحجم، وحوله ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، وله قوائم كقوائم السرير يحمله أربعة من أعظم الملائكة، ويوم القيامة يكونون ثمانية. وقد وصف الرسول أحدهم بأن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام بخفقان الطير المسرع، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في أرض فلاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في جنب الكرسي إلا كحلقة في أرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. ومما أكرم الله به نبيه في المعراج أن أزال عن قلبه صلى الله عليه وسلم الحجاب المعنوي، فرأى الله بفؤاده، أي جعل الله له قوة الرؤية في قلبه لا بعينه، لأن الله لا يرى بالعين الفانية في الدنيا، وإنما يرى الله تعالى في الآخرة بالعين الباقية. يراه المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله لا يشبه شيئا من الأشياء، بلا مكان ولا جهة ولا مقابلة ولا ثبوت مسافة ولا اتصال شعاع بين الرائي وبينه عز وجل. أما الكفار فلا يرون الله في الدنيا ولا يرون الله في الآخرة، وهم مخلدون في نار جهنم. قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.